بالي اختي ما كاين لا حقوق المراه لا حقوق والو والو اختي. حنا دابا حنا راه دابا جاي العام ما عطاوناش شي حاجه حتى حل ما داروا معنا. دابا على دابا حنايا عندنا الكرا عندنا ولادنا كيقراو وباقي ما داروا معنا حتى شي حاجه ما استفدنا من لاكيس ما عطاوناش حقنا نهائيا. 27 وحده اللي استافدت من الشركه ديال الكواترو وفومي طرواق 68 وحده وانا ضاربه معاهم انا 12 عام اختي وباقي انا ما استافدتش ومكمله الصندوق الاول ومكمله الثاني حتى حل ما داروش معايا علاش راه من حقنا اختي نستافدوا وكتسنى انا براسي دابا شي 4 المليون وكتجيني السيد عاد ديال البنكه انا من غنخلص هاد البنكه من غنخلصها ما عنديش اختي من غنخلصها انا اصلي انا كاريه كتجيني السيد علاش انا ضاربه مع 12 عام وتحل ما داروش معانا عام وحنا باكر ما خدامين ما والو كنجيو هنا كنبركو حتى ل 8 عاد كنمشو والدراري مساكن كيباتوا هنايا حتى الصباح عاد كيمشوا كيجيو الدريات في الصباح وباقي تحل ما داروا معانا كاين اللي عندها طريطه كاين اللي هازه كريدي صغير ما مش غنقول لك ولادنا تشردوا شردنا الله ياخذ فيه الحق والله ينسى الله ياخذ فيه الحق اختي الله ياخذ فيه الحق هما بثلاثه الله ياخذ فيهم الحق ما لا ما داروش معنا شي حل غنمشوا نديروا حل في لاكيس والله غنوقفوا وقفه احتجاجيه في لاكيس باش يديروا معنا حل كانت مديره شويه دخل مدير كل خطره كيعطينا حل حتى حاجه ما غداش معنا والو ما قال لنا حتى شي حاجه كل خطره كي كل سيمانه يقول لنا حنا غنلوحوا لكم راه غيدوز لكم الدعم ما كاين حتى شي حاجه تقريبا نتوما ديال النساء ها 370 واحد 370 واحد لا 100 جوج شركات فيهم 100 جوج شركات 100 اللي استافدت صافي شي اغلبيه باقين بزاف انا كنوجه نداء لسيدنا يوقف معانا لان الناس مشردين هنايا حنايا ما شدينا ما استافدنا والكرا كيتسانى ولادنا اولا وبنادم مريض كاين اللي مريض هنايا كاين اللي فيه المرض الخايب كاين كل واحد ومسكين زعما تشردنا الله ياخذ فيه الحق اليوم جيتي تحتفلي بعيد المراه نحتفل مع هاد الناس اللي ضايعين يعني ما 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 ما, ما صراحه يعني ما دازتناش انه كاينين الناس يعني نساء هما عايشين في هذه العيشه هكا في هذه الحاله هذه وجينا انا ومع ذلك انا جينا نحتفلوا بهم وجينا نساندوهم ونضلوا معاهم على الاقل ان نرفعوا شويه من المعنويات ديالهم النفسي ونحسنوا نحسوا بهم رغم ما كي مش حاجه اللي ما اش نقول لك اللي شي حاجه اللي الله اش نقول لك يعني الله يصوب وصافي يعني لا تشوفي كتشوفهم يعني انسان كتقدر تهضري مع شي وحده كتلقايها عامره كتبغي تنفجر يعني كتبغي انها تطيح دموعها حابسه غير هكاك ولكن اش غنديروا يعني ما هادشي خصهم يشوفوا الناس اللي مسؤولين اللي مسؤولين في هاد القطاع النسيج يعني المسؤولين كدوله الوزاره وزاره الشغل الدوله براسها اما الحمد لله الاتحاد المغربي للشغل هو مساندهم كيدير معاهم وداروا معاهم وقفات داروا معاهم احتجاجات داروا معاهم مسيره وجينا حضرنا فيها ديجا حضرنا معاهم كاين الناس اللي يعني داكشي باقي ما خداوش كامل كاين الناس اللي استافدوا كاين الناس اللي باقيين انت راهم حكاو يعني داكشي اللي كيعيشوه راه حكاو كاين الناس اللي ما استافدوش قالت لك هي 20 عام ولا ما نعرف ما خدات والو اش نقول لك النداء ديالي انا النداء ديالي كنوجهه لكل مسؤول ولكل اللي عنده روح وطنيه وكيعتبر هاد النساء وهاد الناس اللي عايشين هكا يعتبرهم بحال شي واحد من عائلته شي واحد ولده بنته يعني يحسوا بهم وكل مسؤول كل مسؤول في هذا القطاع انه يشوف بعين الرحمه وعلى الاقل يعني ينظروا لهاد القضيه لهاد القطاع ويحسنوا شويه من الاوضاع يحسنوا من الاوضاع يعني الاوضاع ديالهم يعني بالنسبه لكل يعني الحقوق ديال هاد الناس كل الحقوق ديالهم يعني يديروا واحد الرجعه شويه ويشوفوا يعني مع الارباب العمل ويديروا مدونه الشغل بزاف الحوايج ما يديروا كل مسؤول انا ما تنقولش شكون هادي ولا هادي كل مسؤول على هاد القطاع ديال النسيج صراحه ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام